10 الظهر. مستمعينا الكرام تحية طيبة، أهلا بكم لنشرة الظهر من الإذاعة الوطنية. 30,000 طفل من أقسام التحضير ومن المسجلين بالكتاتيب والأطفال ذوي الإعاقة ينتفعون هذه السنة وللمرة الأولى بالمساعدات المدرسية. 57% من الأطفال في تونس غير مؤطرين ولم يتلقوا التربية ما قبل الدراسة، وتراجع عدد المراسمين منهم في رياض الأطفال خلال سنة الدراسية الجديدة. خلال مؤتمر إقليمي حول نظرة جديدة للعمل في الاقتصاد غير المنظم، الكشف عن أن 1,600,000 تونسي يعملون في القطاع غير المنظم. وفي شأن الفلسطيني، أكثر من 40 شهيدا وحوالي 60 جريحا في مجزرة صهيونية جديدة استهدفت خيام النازحين بمنطقة المواصية في خان يونس. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أكد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم بن إدريس أن المساعدات المدرسية والجامعية لهذه السنة ستشمل لأول مرة 30,000 طفل من المرسمين بالأقسام التحضيرية والأطفال المسجلين بالكتاتيب التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأطفال من ذوي الإعاقة المسجلين بمراكز التربية المختصة، المرسمين بمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي. لأول مرة عندنا 30,000 تلميذ مسجل بالسنوات التحضيرية بالمدارس العمومية. جديد زاد السنة منحة العودة المدرسية للأطفال المسجلين بالكتاتيب، الرجع بالنظر لوزارة الشؤون الدينية بتنسيق تام مع وزارة الشؤون الدينية، واللي هي تعطينا القائمات تاع الأطفال هذوما، واللي سيتم صرف هذه المساعدة اللي قدرها 100 دينار لفائدة الأطفال هذوما. الجديد زاد آخر سنة هو تم سحب هذا الامتياز، معناها منحة العودة المدرسية، على الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين بمراكز التربية المختصة. ثم زاد جديد السنة أن تم سحب المنحة هذه باش تتمتع بها الأطفال المسجلين بمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي، راجع بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية. والأطفال هذوما هم الأطفال المنقطعوا مبكرا عن الدراسة، واللي سنهم بين 12 سنة و 16 سنة، واللي احنا نطمحوا انه نستقطبوهم وما نخلوهمش في الشارع لإعادة إدماجهم سواء بالمسار العادي للتعليم او بالتدريب والتكوين المهني. وأضاف رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم بن إدريس أنه سيتم اليوم إرسال قائمة أولية تشمل 420,000 تلميذ من التحضيرية إلى الثانوي لحسابات البريد التونسية، على أن ينتفع هؤلاء بالمنحة المدرسية بداية من يوم غد أو بعد غد. قائمة حاضرة عندنا الآن، قائمة أولية فيها 420,000 تلميذ سجلين بوزارة التربية، واللي هما إن شاء الله اليوم إرسال القائمات للبريد التونسي حتى يتم صرف المساعدات لفائدة مستحقيها. إن شاء الله اليوم نبدأ بقدرة ربي، وهذا السيد الوزير البارح أعطاني تعليمات أني نصرفه إن شاء الله بقدرة ربي، تكون الفلوس إن شاء الله عند مستحقيها بداية من غدا أو بعد غد، تبدأ الناس يأخذوا يصرفوا مساعدات. ولاي المساعدات هذه بعنوان كل تلميذ بدون سقف، أنا العائلة عند 5 تلاميذ مش تاخذ 500 دينار، 100 دينار سنة تحضيرية، 100 دينار بالنسبة للطلبة اللي هم في حدود 25,000 طالب، بداية الصرف ستكون في أول أكتوبر، وهو سيتمتع 120 دينار. ونبقى في شأن التربوي أيضا، تشرع قريبا مؤسسة فدا في صرف المنح المدرسية والجامعية لأبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية وأبناء شهداء الثورة وجرحاها بعنوان السنة الدراسية والتكوينية والجامعية الجديدة. وسينتفع بهذه المنحة وفق رئيس مؤسسة فدا أحمد جعفر حوالي 450 تلميذا وطالبا. مؤسسة فداء تحدد مجموعة من المنح الشهرية تصب كل شهر أبناء الشهداء، وتتراوح المبالغ نتاعها دونك من السنة التحضيرية كل شهر عنده 80 دينار تاخذها العائلة، وعندك شهر يعني إضافي نتاع عودة مدرسية كذلك تصل إلى 300 دينار بالنسبة للطالب. تشمل عدد الأطفال في تقلص في الرياض بسبب عدد الولادات نزل على قبل، شط المدارس الخاصة على الأقسام التحضيرية وكذلك على الأربع وثلاثة سنوات، عدد الرياض المتواجدين في الجمهورية بأكملها ما يقارب 6,000 روضة، عدد الأطفال المسجلين 240,000 طفل يمثل بس 43% من أطفال تونس، 57% من أطفال تونس ليسوا مؤثرين ولا يتلقون التربية ما قبل المدرسية، كامل تراب الجمهورية أرياف ومدن، هذايا لازمنا نخدم عليه بجدية كقطاع خاص وقطاع عام لتغطيه هالعدد هذا وإيجاد الحلول لكل الأطفال.
نظرة جديدة للعمل في الاقتصاد غير المنظم تحت عنوان مؤتمر إقليمي نظمه صباح اليوم المعهد التونسي للعمل الشامل بهدف التقليص من العمل الهش وإيجاد سياسات تدعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم عبر إطلاق منصة رقمية لتوفير بيانات وأرقام تدعم العمل المنظم. مديرة البحوث والدراسات عربية صالح كشفت في تصريح للزميلة كوثر العرقوبي عن أن هناك أكثر من 1,600,000 تونسي يعملون في القطاع غير المنظم. لماذا اليوم نظرة جديدة للعمل غير منظم في تونس وإلا حتى على مستوى إقليمي وإفريقي؟ لأنه طرأت جملة من التطورات والتغيرات والمستجدات اقتصادية اجتماعية وحتى مناخية تكنولوجية أثرت على تنامي وتسارع هذه الظاهرة، برز معه العديد من المهن الجديدة على غرار اقتصاد المنصات بنوعيه. في تونس حسب الإحصائيات الأخيرة اللي قام بها المعهد الوطني للإحصاء في 2019، العدد متاع الناس هذوما فات 1,600,000 ويمثل 44.6% من اليد العاملة المشغلة في تونس. الناس هذه تحب تكون تنتقل للاقتصاد المنظم، لذلك مهم جدا حتى اليوم باش نطلقوا منصة في المنتدى، منصة تركز على أهمية البيانات والإحصائيات اللي توفر التشخيص الواقعي والصحيح الواقع العمل هذه حتى نفكر في سبل وآليات تدعم الانتقال غير منظم. تطلق الشركة التونسية للكهرباء والغاز استهك بداية من 18 من سبتمبر الجاري إلى غاية 14 من مارس المقبل الاستبيان التاسع لدى الأسر التونسية في كامل تراب الجمهورية لتقييم الاستهلاك المنزلي للطاقة من إضاءة وتبريد وتدفئة وغيره، وسيتم استخدام المعلومات المجمعة فقط لغاية إحصائية خاصة باستخدام الطاقة في القطاع السكني. المهندس ورئيس دائرة الاستراتيجية والتخطيط سامي قرعة يوضح أهمية هذا الاستبيان في ترشيد استهلاك الطاقة. الاستبيان هذا الهدف منه دراسة التطور النسق الاستهلاك للطاقة لدى حرفائنا قطاع السكني. هو الاستبيان التاسع قم به الشركة لدى 3000 حريف موزعين على كامل تراب الجمهورية تحت قانون الإحصاء عدد 92-99. سننطلق في العمل الميداني ابتداء من 18 سبتمبر 2024، وسيقوم 90 عون من أعوان وإدارات الشركة بالطبع يكونوا حاملين لإشارة تثبت الهوية متاعهم، وسيقع استعمال تطبيق أندرويد من إنجاز إدارات الاستهلاك. الاستبيان هذا تخرج عنه دراسات أخرى نقوم بها باش نشوفوا استهلاك نتاع التلفاز للمواطن التونسي كيف يستهلك آلة الغسيل، خاصة المكيفات الآن اللي هي تستهلك كمية كبيرة من الإنتاج نتاعنا، باش بعد نرشدوا المواطن التونسي كيف طريقة استهلاكه. هذا كل بعد نحن نخرجوهم في دراسة كاملة ننشروها للعموم. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم على رأس وفد تونسي في أشغال دورة العادية 62 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها بالعاصمة المصرية القاهرة. وينظر وزراء الخارجية العرب خلال هذه الدورة في آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأهم القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في تطورات الأوضاع في شأن الفلسطيني، وفي اليوم 40 بعد 300 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتكب الاحتلال واحدة من أبشع المجازر منذ بداية الحرب وفقا لما ذكره الدفاع المدني بالقطاع الذي أعلن انتشال أكثر من 40 شهيدا وأكثر من 60 جريحا بعد قصف الجيش الصهيوني خياما للنازحين بمنطقة المواصي في خان يونس المعلنة منطقة إنسانية آمنة. وقال جيش الاحتلال إنه شن الهجوم لاستهداف عدد من كبار قادة حركة حماس في مركز قيادة للحركة داخل منطقة إنسانية في خان يونس. في الأثناء أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و100 مصاب، ما رفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 41,000 شهيد وأكثر من 94,900 مصاب.
دبلوماسيا نفت حركة حماس أن تكون أضافت شروطا ومطالب جديدة في مفاوضات التبادل والهدنة في غزة، مؤكدة أن حكومة الاحتلال هي من تسعى لتغيير شروط التفاوض. وأكد القيادي في حركة حماس عزة الرشق أن اتهاما منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للحركة بأنها غيرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار لا أساس له من الصحة. نقطة وختام هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. 30,000 طفل من أقسام التحضير ومن المسجلين بالكتاتيب والأطفال ذوي الإعاقة ينتفعون هذه السنة وللمرة الأولى بالمساعدات المدرسية. 57% من الأطفال في تونس غير مؤطرين ولم يتلقوا التربية ما قبل الدراسة، وتراجع عدد المرسمين منهم في رياض الأطفال خلال السنة الدراسية الجديدة. خلال مؤتمر إقليمي حول نظرة جديدة للعمل في الاقتصاد غير المنظم، الكشف عن أن 1,600,000 تونسي يعملون في القطاع غير المنظم. وفي شأن الفلسطيني، أكثر من 40 شهيدا وحوالي 60 جريحا في مجزرة صهيونية جديدة استهدفت خيام النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس. إلى اللقاء.